بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين والطاهرين وصحبه المنتجبين. بداية نحيي الجمهور من السادة والسيدات الحضور في الندوة 14 بعنوان الفلسفة الحديثة كسبيل للسعادة. فمع الثورة الصناعية التي شهدها العالم ومن ثم شهدنا تضخم المعلومات عن انفجارها عن طريق انتشار الأجهزة الذكية وانتشار الإنترنت في كل مكان، ونتج عنها انخفاض صوت الفلسفة والعلوم الإنسانية، وتزامن معها تطور كبير في العلوم التقنية. وكانت النتيجة تغييب الفلسفة والعلوم الإنسانية هو ضياع قيمة الإنسان وتحوله إلى مجرد رقم، وصار مصفوم السعادة هو تجميع أكبر عدد من الإعجابات ولفت الانتباه عن طريق تصوير اليوميات. وفي هذه الندوة هي محاولة من قبل الضيوف من لشرح الفلسفة وإنزالها من البرج العاجي إلى أرض الحياة الواقعية للاستفادة منها من قبل أكبر عدد من عامة الناس. وستدور محاور الندوة حول النقاط التالية: تحليل نقدي لماهية الحقيقة، الفرق بين العقل التحليلي والوصفي بوذا وأبيقور نموذجا، الفلسفة وعصر التقنية، فلسفة التقنية بين علم الاجتماع والتحليلية. نرحب بضيفنا الأستاذ يزيد بدر الحاصل على بكالوريوس علم النفس من جامعة الإمام محمد بن سعود، والحاصل على دبلوم الفلسفة من أكاديمية نماء للعلوم الإسلامية والإنسانية. حصل الأستاذ يزيد على شهادة الاعتماد في التفكير الفلسفي من مؤسسة بصيرة وديلوج ووركس، ودورة علم النفس العصبي من هيئة التخصصات الصحية، وهو عضو في مجلس إدارة جمعية الفلسفة السعودية وعضو محاضر في حلقة الرياض الفلسفية. وأيضا نرحب بضيفنا الأستاذ مالك آل فتيل الحاصل على بكالوريوس رياضيات من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، وحصل على دبلوم تطوير التطبيقات في اليابان، عمل في التلفزيون السعودي ومجموعة من الشركات الفنية الإعلامية بالمنطقة الشرقية في مجال التحريك، عمل على مشاريع تعليمية على مستوى وزارة التعليم وإدارة التعليم في المنطقة الشرقية، ترجم مجموعة من المداخل في مجال تاريخ فلسفة وفلسفة التقنية والحاسب الآلي من موسوعة ستانفورد للفلسفة لصالح موقع حكمة الفلسفي، له كتاب 3D Studio خطوة بخطوة، وله إصدار أدبي بعنوان مونولوج في 61 دقيقة. فليتفضل الأستاذ يزيد في 30 دقيقة. تفضل أستاذ. مرحبا. مرحبا بكم جميعا. في البداية أشكر منتدى الثلاثاء الثقافي على هذه الاستضافة، واعذروني إن تلعثمت كثيرا لهيبة السؤال المطروح لهذه الليلة: كيف نعيش أو كيف ينبغي لنا أن نعيش؟ ولجلال حضوري في القطيف، وهي مدينة أحبها كثيرا، فإن تلعثمت ابحثوا لي عن عذر. والفلسفة بشكل عام يتنازعها الكثير من الكلام، وهناك تهم اتجاهها بأنها في البرج العاجي، وتهم أخرى بأنها على الضد تماما، هي تحاول أن تلامس الواقع اليومي كما يقال. طبعا هذه القضية ليست وليدة هذا العصر، إنما هي قديمة. حتى أرسطو طاليس في كتاب السياسة ذكر حكاية طريفة، يقول أن المزارعين في اليونان كانوا يحاولون يزرعون النبيذ، فوجدوا طاليس وقالوا له: يا طاليس، يعني ما تفيدك الفلسفة في زراعة النبيذ؟ لا تفيدك في شيء. فقال طاليس: أنا أوريكم. يعني فطاليس راح حسبها رياضيا، متى أفضل فصل يطلع فيه العنب، وأفضل فصل يطلع فيه تكون فيها المياه نقية إلى آخره. لما جاء موسم بيع النبيذ انتصر طاليس، فقال: هذا ما يفعله الفيلسوف.
نفس الحكاية نقل قصة أفلاطون عن طاليس بأن امرأة أو خادمة تراقية رأت طاليس يسير فسقط في البئر، فطلت عليه الخادمة وقالت له لو أنك بس يعني توقفت عن النظر إلى السماء ونظرت إلى قدميك لما سقطت. فهنا الفكرة، هذه الموازنة ما بين السماء والأرض، هذه الرمزية ما بين السماوي والأرضي الإلهي والبشري ستستمر عبر التاريخ. على كل، حتى أدخل في صلب الموضوع والموضوع طويل، هناك تمهيد منهجي حتى لا يعني تشطح بين المعاني والدلالات، والنصوص الفلسفية كثيرة الشطحات، والشطح بالمعنى الفلسفي للكلمة. لغة الكتابة أو لغة الحكي، لما أريد أن أتحدث الآن عن الفلسفة، غالبا من يربط الفلسفة باللغة البرهانية، بمعنى أنه لا بد أن يكون الحجاج حجاج منطقي مبني على المنطق الصوري. إلا أن أرسطو نفسه الذي يقال أنه وضع أسس المنطق الصوري، طبعا أقول يقال لا أريد أن أفصل، أرسطو نفسه وضع أكثر من 5 أنواع للخطاب، الخطاب البرهاني والخطاب أو الجدل البرهاني أو القضية البرهانية والقضية الجدلية والقضية الخطابية والقضية السفسطائية والقضية الشعرية إلى آخره. فكان قصده في ذلك أنه أمزجة الناس مختلفة، ليس لم يقصد كما فهم الفلاسفة في الحضارة الإسلامية بأنه الخطاب البرهاني هو السبيل الوحيد إلى الحقيقة. لذلك في ظل هذا الإزعاج المفاهيمي والأسلوبي، إن اخترت اللغة المنطقية أو البناء الصوري للكلام والحجاج ذهبت بك أو لم تصل إلى الغاية المنشودة من الطرح. لذلك بعض الفلاسفة مالوا إلى الكتابة الشعرية أو حتى الشذرية مثل نيتشه. فنيتشه لما كتب شذريا لم تكن هذه الكتابة الشذرية بالنسبة لنيتشه طرف أدبي، إنما كان لها بعدها الميتافيزيقي، بمعنى أنه كل الفلاسفة ما قبل نيتشه كانوا يكتبون أنساق اللي صارت تسمى مع اليوتار السرديات الكبرى أو النصوص الشمولية لتعلمك حتى كيف تلبس ردائك. فنيتشه لما كتب بالشذرات يريد أن يحطم هذه النصوص الكبرى بشذرات، حتى هو كان يعني يتباهى يقول أني أستطيع أن أكتب بشذرات ما لا يكتبه هيجل في مجلداته. ففي ظل هذه الفوضى المفاهيمية هناك طريقة وسبيل سميتها الفوضى الأسلوبية، بمعنى أنه لا تلتزم بإطار معين، يعني تقدر تستعير من اللغة الصوفية واللغة العرفانية أو تستعير أو تستلف من اللغة البرهانية إلى آخره، وهذا مبحث لساني لا أريد أن أطيل فيه. لكن المهم عندي أن لا تأخذ هذه المحاضرة كمبحث مقارن ما بين الشرق والغرب، بمعنى أنه هناك إيديولوجيا مشهورة أن الشرق عندهم كذا والغرب عندهم كذا، هناك فكرة مشهورة أن الشرق عاطفي، الشرق يبحث عن السماء، بينما الغرب عقلاني ويبحث عن الأرض. فأنا لا أريد أن أدخل بهذه المقارنات لأني لا أسلم بها، جيد. لكن الغاية الحقيقية من هذه الورقة بأن التوصيفات الميتافيزيقية الكبرى، التوصيفات الميتافيزيقية الكبرى ترسيمات وإيضاحات لطريقة اللعبة العقلية أو حتى الدماغية. أنا عادة لا أستخدم لفظ عقل المايند، أستخدم برين اللي هو الدماغ، هناك فرق. لكن أضع أحيانا الكلمة بجانب عقل ودماغ حتى لا يشرد الذهن إلى مكان آخر. فالقصد القصد بأنه كل المنتج البشري من أحلام، هذيانات، نكت، زلات لسان، شعر، قصيدة، منطق، فن، كل المنتج، حتى فن العمارة، كل ما ينتج على الإنسان هو في نهاية المطاف يعكس قوانين دماغية وليست عقلية، بمعنى أن الدماغ حتى نعرف كيف يسير هذا الدماغ لابد أن ندخل له بطريقة عكسية من خلال ما ينتج من الإنسان. فهذه هي الغاية من هذا المبحث، مع هدف مهم آخر بأن المعرفة تهدف أو الحقيقة
أو المعرفة أو العلم هدفه الأساسي هو تخليص الإنسان من المعاناة. كثير من نسمع عن مفهوم الحقيقة السامية، مفهوم الحقيقة المثالية، لكن ما يفيدني بواحد زائد واحد يساوي اثنين، هذه حقيقة منفصلة عن العالم، موجودة في عالم مثالي. إذا لم تكن تخلصني من معاناتي أو تجعلني أكثر سعادة، إذن هي ليست إلا من باب الفن أو من باب المتعة. جيد. طيب، لازم نضع بضع مقدمة تبرر نوعا ما منطقيا لماذا أعتمد في هذه المحاضرة على البيولوجيا وعلى النيروساينس أو علم الأعصاب وعلى العلم الحديث بشكل عام، حتى نعي لماذا هذا الشيء. لابد أن نعي ما يسميه هيجل روح العصر. نحن نعيش في عصر، لكن كوننا نخوض في داخل هذا العصر، نخوض في هذه العجلة، لن نعي جيدا منطقتنا ومكانتنا في هذا العصر. حتى نعي لابد أن نقرأ أولا بداية تاريخ العلم، وسأعرض الموضوع على عجالة لأنه هذه يعني الموضوع حيطول. العلم الحديث في اللغة العربية احنا نقول علم، ونقول عن الشيخ عالم، ونقول عن، لكن العلم حتى في الألمانية العالم أو كلمة علم تشير للعلوم الإنسانية، لكن باللغة الإنجليزية الساينس تعني العلم التجريبي. جيد. أو العلم التجريبي هذا له تاريخ بدأ في القرن السادس عشر أو نقول نهاية القرن الخامس عشر مع كوبرنيكوس، ثم جاء غاليليو، ثم جاء نيوتن إلى آخره. فصار هناك نزعة تميل إلى، وهذا ما كنت أتحدث اليوم أنا والصديق مالك، نزعة تميل إلى تريض العالم، بمعنى قراءة العالم بشكل رياضي وخلق بيئات مصطنعة في البيئة التجريبية لقياس، مثل مبدأ العطالة. مبدأ العطالة لا يسير الجسم بطريقة لا متناهية دون أن يتغير اتجاهه إلا في بيئة مثالية. لذلك غاليليو يتخيل أن الجسم خالي من أي مقاومة من القوى الأربعة الفيزيائية، القوة النووية والقوة الجاذبية والقوة القوية والقوة الأضعف. فهذا ما فعله أساسا إيمانويل كانت في مشروع نقد العقل المحض. العقل لما كان غاليليو يغير في بيئة الطبيعة حتى تتجانس مع حركة الأجسام، فهو يتدخل في صناعة قوانين الطبيعة بشكل أو بآخر. فقال كانت إذا كان الأمر كذلك، إذن الدماء العقل لا شك أو لابد أنه يغير ويشكل من الطبيعة اللي أمامنا. لذلك عند إيمانويل كانت الدماغ أو العقل هو من يفرض على الطبيعة قوانينها. جيد. فالعلم وصل إلى مرحلة اليوم نعيشها مع ظهور النزعة الإسمية أو تسمى الإسمانية. طبعا النزعة الإسمية في العلم هي تريد أن تفسر مفهوم الكليات. مفهوم الكليات من أكثر المفاهيم المعضلة في تاريخ الفلسفة، وهو الجدل الحقيقي والخلاف الحقيقي ما بين أفلاطون وأرسطو. حتى في صورة مدرسة أثينا أو لوحة مدرسة أثينا حقت رافائيل مشهور أن أفلاطون يقول كذا وأرسطو يقول كذا. فهذا الإشارة على السماء والإشارة على الأرض هي أساسا إشارة على مفهوم الكليات، بين أفلاطون يعتقد أنها في عالم مثالي أو عالم منفصل عن العقل، بينما أرسطو لا، يرى أن الكليات ينتجها العقل اللي هو جدلية المادة والصورة. فالنزعة الإسمية بدأت، وهذا شيء طريف، النزعة الإسمية لم تبدأ مع علماء، إنما خرجت من العصور الوسطى أو السيكولائية، الفلسفة السيكولائية المسيحية. خرجت النزعة الإسمانية من رحم الدين المسيحي، بمعنى أنه الكليات إذا تصورناها أشياء منفصلة، طبعا الكليات هي ضد الجزئيات، يعني أنا يزيد، أنت محمد، خالد، فؤاد، هذه كلها جزئيات، لكن في كل اللي هو الإنسان، يزيد هو الإنسان، محمد إنسان، هذا الكلي. طيب الكلي هذا اللي هو
إنسان، هل له تحقق في الواقع الحسي الفيزيائي أم أنه منفصل وله وجود مثالي أم أنه ينتجه العقل؟ فهذه المعضلة إلى اليوم لم يعني يجدوا لها اتفاق إلا في النزعة الإسمانية اللي هي دعمت العلم الحديث. النزعة الإسمانية جاءت من منطلق لاهوتي ثيولوجي ديني بحت، فقال أحد القساوسة قال لو كان هناك كليات ولها انفصال عن الواقع، هذه الكليات راح تحجم من قدرة الإله المطلقة، فهو راح يكون مقيد في هذه الكليات. لذلك الكليات ليست إلا مجرد اسم ألفاظ نرمز لها لشيء، ليس لها واقع مثالي أو غيره، إنما هي مجرد أسماء. هذه النزعة الإسمية ترافقت مع العلم الحديث منذ القرن السادس عشر إلى اليوم، فصار التركيز في العلم الحديث على الأبحاث الجزئية. من هنا طلعت التخصصات، يعني يعذرون الأطباء شوي، تدخل مستشفى في قلب، في مريء، في أسنان، في عين، في يعني بالأخير هو جهازك المناعي هو الزبدة أو هو اللب، هو الجوهر. فليش تخليني أتحطم كذا أروح عند كل واحد؟ فهذه النزعة الجزئية حتى في التخصصات، في علم نفس، في طب نفسي. يعني أنا كمتخصص علم نفس ما أجد أن علم النفس له أي فائدة، خاصة مع وجود الطب النفسي. يعني يجون عندنا البيشنت ما أدري أسولف معه حرفيا، وهو أصلا يقصد يبغى يتكلم معك، يبغى يعني يعطيك كذا مسج أنه ودني عند واحد يعطيني أدوية يا أخي، ما أقدر أتكلم معك اليوم. فهذه النزعة الجزئية أثرت حتى على الأخلاق، وأثرت على مبحث الجمال أو الاستطيقة، وأثرت على مبحث العلم. لذلك إدموند هوسرل كتب كتاب عظيم اسمه أزمة العلوم الأوروبية. ففي هذا الكتاب، في بداية الكتاب يذكر أنه لابد أن نعود إلى مفهوم العلم الكلي، ثم يذكر بأنه لا عيب في نتائج العلم، لكن ما دلالة العلم بالنسبة للحياة؟ العلم أعطانا، لكن ما قرابة هذا العلم بالنسبة لحياتي أنا كبشر أريد أن أتخلص من هذه المعاناة؟ فهذا فيما يخص العلم. حتى فيما يخص الأخلاق، يعني تاريخ الأخلاق، أقدر أقسم الأخلاق إلى ثلاث محطات كبرى على السريع. الأخلاق في علاقتها مع المدينة، بمعنى أنه في المدينة اليونانية أو البوليس كانت الأخلاق هدفها أن تكون في رعاية المدينة أو في صحبة المدينة، أو تنشئ ناس يقيمون السياسة بشكل عقلاني وفلسفي. لذلك أفلاطون جعل الفلاسفة هم الحكام أو الملوك في جمهوريته. فحتى في مسرحية جميلة لسوفيلكس أنتيغون، أنتيغون هذه أو أنتيجون حسب النطق، كان الجدل فيها ما بين الأخلاق الفردية وأخلاق المدينة. كان الحاكم أغامنون رافض أنه يدفن أخ أنتيغون الميت، وهذا كان بنوع من التدنيس عند اليونان. فكان لابد عند اليونان أن أنتيغون تطيع أخلاق المدينة، لأن الغاية هي صالح المدينة وليس الغاية هي الصالح الفردي أو الأسري. فصار هذا الجدل، المسرحية كلها عبارة عن تراجيديا في الانقلابات هذه الجدلية. أنتيغون تحاول أن تذهب وتدفن أخيها إلا أنها تخاف العقوبة. هنا العلاقة الأخلاقية ما بين الفرد والمدينة، المدينة اليونانية. ثم بعد ذلك جاءت العلاقة بين الفرد والله، ظهر كتاب أوغستين مملكة الله. فصارت الأخلاق لا علاقة لها بشكل مباشر مع المدينة، إنما علاقتها المباشرة مع الله. من هنا بدأت الثورات في روما، في ثورات المسيحية في روما إلى آخره، لأن الله هو المنشود الأول في هذه الأخلاق وليس المدينة أو حتى الكائن البشري. ثم جاء عصر الفردانية، بمعنى أنه الأخلاق هي شأن شخصي وفردي لا علاقة لي بالآخر. هذا العصر اللي نعيشه الآن هو عصر هذا الفرد الضائع. هيجل له مقولة جميلة في كتابه دروس في الاستطيقة، يقول لم يعد الفن
يشبع الحاجات العليا للروح. لذلك هو هيجل أول من أعلن موت الفن. طبعا تعرفون الحضارة الغربية يعني موتت كل شيء. مات الفن عند هيجل، مات الإله عند نيتشه، ماتت الكتاب عند دريدا، مات المؤلف عند رولان بارت، مات الإنسان عند ميشيل فوكو. قمنا نمشي وندفن يعني، ماتوا ناس كثير. لكن ميشيل أونفري وهو فيلسوف فرنسي ذكر نقطة جميلة في كتابه اسمه نفي اللاهوت. يقول الموت لا يعني شيء، الموت لا يعني شيء، بمعنى أنه من نميتم هؤلاء بالعكس نحن نبعثهم أكثر. كقتل سقراط، لما أعدم سقراط بعث سقراط أكثر وصار عندنا مقهى سقراط. يعني نشوف التاريخ الطويل، يعني ظلال سقراط مرمية لدرجة أني صرت أخاف من سقراط. فعصر الفردانية هذا حتى في تاريخ الفن يعني تراه بوضوح وتجلي بشكل جميل. يعني الفن مثلا في الحضارة الإسلامية لم يكن الفنان يضع توقيعه على أي عمل، لا يضع اسمه وتوقيعه، لأن الفن هنا لله، لوجه الله. كذلك في العصور المسيحية والفن المسيحي لم يكن أصلا، كان الفن حرفة كالنجار. فكان الفنان ما يضع اسمه لأنه تواضعا، فردانيته ليس لها، هذا ما يسمى نكران الذات. فردانيتك ليس لها حضور عندما يأتي المطلق وعندما يأتي الله. فبعد ذلك جاء القرن التاسع عشر وبدأت حركة الانطباعية في الفن التشكيلي مع كلود موينيه وإلى آخره. هنا بدأ الفنان، أو طبعا قبل ذاك بس أنا ما أبغى أذكر كل التاريخ، هنا بدأ الفنان يضع اسمه توقيعه على اللوحة. مو بس كذا، الأشياء اللي يصورها هي مواضيعه الذاتية اللي تخصه، ليس كما في السابق كان الفنان يخدم الأمراء والملوك، لا، ويضع المواضيع اللي تخصه. يعني ما بالك بسبع مجلدات في الفردوس، البحث عن الزمن الضائع لبروست، سبع مجلدات عن حياته الشخصية، شخص يعني بكل ما تحمل الكلمة من معنى، كتب سبع مجلدات وهو طريح الفراش، حتى لم يتحرك، حتى ما في عنده أي تجارب في الحياة. يعني أنت تقرأ سبع مجلدات فقط من تأمل الذاتي واستبطانه الذاتي، وطبعا إيمانه باللاوعي الفرويدي. فحنا في عصر الفردانية، وهذه المقدمة اللي أنا أبغى يعني أوصل لها منذ البدء. لكن الفردانية، من هي الفردانية؟ الفردانية هي موت الفن، هي موت الأشياء اللي تشبع الجانبنا الروحي بين ظفرين. لم يعد هذا العالم نعيشه فيه قداسة، انسحبت الآلهة من هذا العالم زي ما يقول هايدغر، فصار العالم حديدي، عالم صناعي، عالم ضائع. إذا ما الحل؟ كيف نخلص هذا الإنسان؟ غالبا ما نلجأ إلى الأخلاق، لكن في الحقيقة مفهوم الحقيقة هو المعضلة، ومعيار التحقق من الحقيقة هو المعضلة أيضا. ما معيار التحقق من الحقيقة؟ ما الشيء الذي إذا صارت الحقيقة حقه؟ جيد، في الرياضيات طبعا دائما ننسى أنه لا يوجد أصلا حقيقة، يوجد حقائق، بمعنى أنه الحقيقة الصورية الرياضية هذه حقيقة رقم واحد، سيستم ون. لكن الحقيقة لما أقول هذه شجرة، أنا أشير إلى جسم واقعي موجود في الخارج، فهذه حقيقة من لعبة لغوية أخرى، إنجاز التعبير، لعبة لغوية في فيتجنشتاين. فالآن بس في ما بين الحقيقة الرياضية والحقيقة الحسية هذه طلعنا حقيقتين. طبعا في أبحاث كثيرة، مثلا أفعال الكلام، الحقائق واجد، الأمر لما أمرك بشيء هذه حقيقة، لما تسوي الفعل هذه حقيقة، فالحقائق كثيرة. لكن السؤال المهم، ما معيار صحة الفكرة؟ ما معيار صدق الفكرة؟ طبعا معروف أن الوضعية المنطقية، الحركة الفلسفية في نهاية القرن التاسع عشر مع القرن العشرين، كارناب وغيره، كان الوضع ومعيار التحقق الحقيقة أو معيار التحقق واضح وصارم، إذا لم يكن الشيء له وجود حسي فهو ليس حقيقي ببساطة، أو له انسجام صوري منطقي جميل. غير ذلك الفن
الجمال الأخلاق ليست حقائق. حتى في مقولة ذكية لفيجنشتاين، وإن كان ما يعني عندما نتكلم في الأخلاق أو نتكلم في الفن فنحن نكون خارج العالم. جميل. ف من وجهة نظري وضعت مسلمة، مسلمة بسيطة، وهي بناء على تاريخ نقدي للفلسفة بشكل عام. الفلسفة بتاريخها كله كانت تقيم علاقة الإنسان مع العالم كعلاقة معرفية. أنا أعرف العالم، أنا أكشف هذا العالم، هذا العالم يتمثل لي كصورة في ذهني. جميل. لكن هذا الحقيقة باهتة لا تفيد في شيء. لذلك ظهرت الحركة البراغماتية، ومعيار التحقق اللي بقوله قريب من الـ من الـ من البراغماتية أو الحركة البراغماتية، لكن لا ينسجم تماما. ببساطة صحة كل فكرة، أي فكرة، هي في تخليصها من معاناتك، في تحريرها من معاناتك فقط، غير ذلك لا تكترث بالنسبة لي. طيب، هذا بالنسبة لمعيار التحقق. طيب، في الفلاسفة بشكل عام عبر التاريخ كان لديهم سؤال جوهري. لا يوجد فيلسوف لم يكن يدور حول هذا السؤال. لا يوجد فيلسوف، لا يوجد، هذا هو السؤال الكلي، حتى نسميه السؤال الأول: كيف نعيش؟ إيمانويل كانت لما كتب نقد العقل المحض ثم نقد ملكة الحكم ثم نقد العقل العملي، كتب كتابه الأخير اللي هو البراغماتية العملية، أو وضع سؤال، قال بعد كل هذا المشروع السؤال الحقيقي والأخير الكلي الناظم لكل مشروعي: ما الإنسان؟ جيد. فالجواب عن ما الإنسان هو الذي يقود إلى كيف يمكن أن، إذا عرفنا الإنسان من هو الإنسان، نعرف كيف نحرره من معاناته. جيد. فكم باقي؟ 5 دقائق؟ ما بعد بدينا. والله بأختصر، بروح للنتيجة، وإن كان هذا فيه ثقل علي، ليس لأن لا أريد أن أعطي شيء بهذا السؤال ثقيل، فأبغى أوكي. على كل الفلاسفة، أفلاطون أجاب عن هذا السؤال بأن الإنسان يكون في حالة من السعادة والغبطة الفلسفية. طبعا اليونان يسمونها الغبطة الفلسفية، في الشرق عند بوذا والطاوية وغيرهم يسمونها التنوير أو اليقظة، وهي كلها واحد. هدفي في هذه المحاضرة هو بيان الفرق ما بين طريقة الشرق في تحرير الإنسان من المعاناة وطريقة الغرب في تحرير الإنسان من المعاناة، ولكن من خلال أن نفهم أن هذه النصوص اللي بعتمد عليها الآن هي أساساً انعكاس لآليات من آليات الدماغ. الدماغ له عدة آليات، فالآن سأوضح من خلال نموذجي بوذا وأبيقور. معذرة. فأبيقور كتب رسالة إلى شاب، هذا الشاب كان يعاني من قلق وخوف من الحياة، وخاصة الموت، ما يسمى خوف الموت أو الرهاب من الموت إلى آخره. فكتب له أبيقور رسالة يريد أن يحرره من هذه المعاناة. فكان عزاء أبيقور من خلال الحجاج، وهذا ما سميته العقل التحليلي، تجوزا طبعا.
كان بيقور يقنع ويزيل عنه معاناته وخوفه من خلال الحجاج المنطقي. أبيقور قال: نحن نخاف من أمرين، أو البشر بعامة يخافون من أمرين، الآلهة والموت. فأما الآلهة، هو الآن أبيقور يتحدث، فأما الآلهة فهم خلقوا هذا العالم وأداروا ظهرهم، لأن الله أو الآلهة كامل أو الإله كامل، والكامل لا يجوز أن يفكر بالناقص، لذلك هو منفصل عن هذا العالم. في هذه الحجاج يريد أن يخلصوا من طابع الرقابة أو الشعور بالنظر أو الشعور بالانتظار أو المراقب، وهذا الشيء سارتر راح يستثمر كثيرا في القرن العشرين بدليل طريف. سارتر وضع دليل طريف على عدم وجود الإله، فقال أنه لو كان هناك إله فالإله هذا يحدق فيني باستمرار، ولو كان الإله هذا يحدق فيني باستمرار إذن هو سلب مني حريتي، إذن لا يوجد إله، لأن أثمن ما لدى سارتر هو حريته، لذلك الحرية مسؤولية. فأن تكون حر ليس ترف، أن تكون حر معناته أن تكون مسؤول، أن تكون تعاني من هذه الحرية، يسميها كيركيغور دوار الحرية. فأما الموت، لما جاء عند الموت أعطاه حجة برضو منطقية، لاحظ أن الحجة الأولى منطقية. أما الموت فقال له أبيقور ببساطة شديدة: الموت هو انقطاع الحس، فكيف تخشى من شيء غير موجود؟ يعني إذا انقطع حسك انقطع وجودك، فكيف تخاف من شيء غير موجود؟ شوبنهاور في القرن العشرين أو التاسع عشر عفوا، شوبنهاور في القرن التاسع عشر راح يستثمر هذه الحجة أكثر، ويقول لك أنه كيف تخاف من الموت؟ وفكر لحظتها بأنه أين كنت قبل أن تولد؟ ما كنت تشعر بشيء. هذا الحجاج المنطقي في قضايا مثل الآلهة والموت هو اللي راح يكون له حضور قوي مع الرواقية، فلسفة الرواقية، ثم حتى في العصر الحديث في علم النفس أو في المدارس النفسية اللي هو CBT أو العلاج المعرفي السلوكي. لو تروح علاج معرفي سلوكي راح يعطيك argument، يعطيك حجج عشان تقدر تغير ما بين أو توازن ما بين الأفكار العقلانية واللا عقلانية. لكن هذا لا يكفي، الجانب التحليلي من الإنسان هو الجانب الجانب أحادي من الإنسان، الجانب ما يسمى الجانب التحليلي أو الجانب المنطقي. لذلك في فيلسوف معاصر اسمه ماريون، وهو ناقد كبير لهايدغر، وضع سؤال جميل، ذكر الحقائق وذكر كل شيء، ثم قال: ثم ما الجدوى بعد ذلك؟ طيب أنا وجدت الحقيقة، طيب ما الجدوى؟ ماذا بعد؟ لا شيء. لذلك هذا الجدل هو جدل العقل المنطقي أو الجانب المنطقي من الدماغ. أنا طبعا أرجع على الدماغ لا أرجع على العقل. الاكتفاء بهذا الجانب هنا يجي يظهر بوذا أو تظهر الشرق. بوذا ببساطة لما يجي أحد نفس اللي جاء بيقور ما راح يقول له argument، ما راح يعطيه حجاج. هذا اللي سميته العقل الوصفي أو الطريقة الوصفية للعالم. الهدف من الوصف العالم أو الهدف عفوا من البوذية والاستنارة هو أن تراقب العالم وتراقب الأفكار كما أنك تنظر للنهر، ليس لا تحكم على أفكارك، لا 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 تغضب، لا تخاف، فقط راقب. لذلك لما تخشى الموت أنت عليك أن تفهم طبيعة الأشياء فقط وتراقبها ليس أكثر، لا تدخل معها في حجاج، لا تدخل معها في جدل منطقي، لأن الجدل المنطقي الجدل المنطقي يعني بشكل أو بآخر أنك تدخل في معركة مع قوانين الطبيعة الضرورية، قوانين الموت، قانون الموت ضروري. أنا آسف جدا، ما هو أمامي أكثر من كذا، ولعلي أنشر هذه الورقة فيما بعد. أشكركم، أشكر هذا الإصغاء، وأعتذر جدا عن هذا التقصير. نشكر الأستاذ يزيد على هذه المحاضرة القيمة، كنا نتمنى يكون عندك وقت أطول لأن صراحة حديثك ممتع لا يمل، لكن لضيق الوقت ننتقل إلى الأستاذ مالك.
تفضل استاذ مالك. شكرا حبيبي. شكرا استاذ يزيد المحاضره. اهلا بكم مره ثانيه. موضوعي انا يعني الاستاذ يزيد اخذ الحد الناعم من الفلسفه وترك لي الحد الحاد، فعيروني صبركم الله يا الله. يعني كنت اتمنى لو بدات انا يعني على الاقل تخف عليكم طيب. حديثي عن فلسفة التقنية، وحديث فلسفة التقنية حقيقة من الموضوعات اللي تعتبر حديثة قديمة، يعني هي بعد ما نبشت، ما نبش الماضي اعتبر ما قيل في الماضي من ضمن فلسفة التقنية. أول إشكالية في فلسفة التقنية إذا كنا نتكلم عنها كفلسفة هي تعريف التقنية نفسها، يعتبر مشكلة من مشكلات الفلسفة. ولكن على العموم تعتبر أي أداة أو أي آلة أو أي وسيلة صنعها الإنسان للتحكم في الطبيعة ومعالجتها وذلك لتحقيق أهداف بشرية تعتبر ضمن التقنية. وطبعا احنا نتكلم عن آلة ونتكلم عن أداة. الآلة عادة تكون تمتلك القوة من داخلها، مثل أي آلة شغالة على الكهرباء أو أي وقود آخر. ولكن الأداة هي الأدوات البسيطة مثل السكين، مثل الرمح، مثل كذا. واحدة من الإشكاليات أن هذا التعريف عريض جدا ويعود للإنسان بعيد، يعني بيبدأ من الأدوات البسيطة جدا للإنسان اللي صنعها إلى الآلات المعقدة الآن، إلى الآلات يعني داكوسم الإلكترونية الحديثة. التساؤل هو هل ممكن أن الفلسفة أو فلسفة التقنية تغطي هذا المجال الواسع من التنوع في التقنية أو في الآلات أو في الأدوات؟ طبعا في محاولات، طبيعي أن فيها محاولات كبيرة لتفكيك هذا الموضوع. طبعا في مشكلة ثانية هي السمة الغائية. لاحظوا أن احنا قلنا أن صنعها الإنسان لغاية معينة لتحقيق أهداف بشرية. هذه السمة الغائية المتأصلة في تعريف التقنية يسبب لنا كمان مشاكل أخرى. ففرضا يعني لو كان أنا كنت أمشي في غابة واحتجت إلى عكاز، ممكن أن أنا أقطع لي غصن شجرة وأتكئ عليه. هذا الغصن تحول من طبيعي، من مكون طبيعي إلى صناعي، وتحول إلى أداة أتكئ عليها. فهذا هل يعتبر ضمن التقنية أو لا؟ فالصناعة الأصلية أساساً، الإنتاج الأصلي للغصن لم يكن بغرض تحقيق شيء للإنسان، ولكن الإنسان استخدمه بهالطريقة. على العموم في تفصيل أكثر في هذه المسألة. بطبيعة الحال التقنيات تنقسم إلى نوعين: تقنيات مؤسسة على الحرف وهي الصناعة العادية، صناعة الأدوات، صناعة المرايا أو صناعة الزجاج، هذه كلها مجموعة من الحرف. ولكن عندنا بعض التقنيات المؤسسة على العلم الحديث، ونتكلم احنا يعني مكتسبات العلم الحديث خاصة في مجال التقنية كبير، بدءا من المحرك البخاري. لما نجي الآن فرضا إلى جهاز مثل الجهاز اللي في أيدينا السمارت فون، يعني هذا يتكون من ثنتين، فيه حرفة عالية، فيه منه أدوات ومكونات تعتمد على الحرفة، وفي أيضا مكونات تعتمد على نتائج العلم الحديث. فبالتالي ممكن أن نضم هذه المجالين في نفس الأداة أو الآلة الواحدة. بالنسبة للسؤال الفلسفي حول التقنية، أذكر مقولة للدكتور عبد العالي معزوز، يعتقد أن السؤال الفلسفي المفروض يسبق السؤال العلمي حول التقنية. قبل هذا خلينا يعني ناخذ إطلالة على موضوع النقود أو طبيعة رأي المجتمع حول التقنية. من الواضح أن التقنية، إذا كنا نتكلم عن تقنية ما بعد القرن السادس عشر، لاقت طبعا معارضة كبيرة. هذه المعارضة بدأت
لأن بعض التقنيات تقوم بتغيير بالفعل تغيير جذري إلى أسلوب الحياة، أسلوب حياة الإنسان، فبالتالي تلاقي هذه النوعية من المعارضة. نذكر فرضا في عام 1811 كانت في حركة سرية في بريطانيا يسموها محرك أو محطمي الآلات، مجموعة من أصحاب المعامل والمغازل أو الورش في صناعة النسيج، بعد ما دخلت المحركات محركات البخار وتكونت المصانع الكبيرة طبعا استغنية عنهم، فبالتالي خافوا من البطالة أو بالفعل يعني البطالة مستهم، فعملوا حركة سرية بدأت من عام 1811 إلى 1816 بتحطيم الآلات بشكل سري، يدخلوا للمصانع وكسروها، كانوا يعتقدوا أن هذه الآلات هذه سبب من أسباب بطالتهم، فبالتالي تكون هذا الموقف المعارض ضد التقنية. لكن هذا الموقف المعارض اللي كان أساسه تقلص الوظائف، هذا لا يعني هو الموقف الفلسفي، لأن الموقف الفلسفي سواء كان معارض أو غير معارض كان لا يبني رأيه على أساس الوظائف، لا، كان يبني رأيه على أن احتمالية تشيؤ الإنسان، تحويل الإنسان إلى شيء، يبني رأيه خوفه من خضوع الإنسان للتقنية، خوفا من الاستلاب، ما يسمى الاستلاب التقني، بحيث أن الإنسان يعني تستلب قوته، وهذا بناخذهم إن شاء الله بنشوف رأي هايدغر ورأي هابرماس في هذا الموضوع بعد إن شاء الله. طبعا الموقف النقدي ضد التقنية عبر عنه بطرق كثيرة، أنا ذاكر هنا فرضا عام 1872، هذا الكلام مبكر، كانت في رواية للروائي صموئيل باتلر يتكلم عن أن في مدينة منعت صناعة الآلات بسبب أن الآلات ممكن ذاك واسمه تخسرهم وتخسر الناس وظائفهم وتغير ذاك تغير أسلوب حياتهم، فهذا الكلام كان مبكر جدا. في أدبيات القرن التاسع عشر أيضا كان في مجموعة من الأدبيات اللي حذرت من إمكانية سيطرة الآلة على البشر، واحنا اكيد نعرف الروائي العظيم عظيموف كان في القرن العشرين، وعدنا الان لما نفتح فرضا نتفليكس مجموعه كبيره من الافلام والمسلسلات اللي تنتقد التقنيه وتخوف من مستقبل الانسان في ظل هذا التغول الكبير للتقنيه. الان ندخل التقنيه او فلسفه التقنيه بعد هذه المقدمه البسيطه. فلسفه التقنيه كفلسفة انقسمت إلى قسمين، قسم ما يسمى بفلسفة التقنية الإنسانية، وهذا كان في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، كان في نظرة يعني ساد موقف معارض ضد التقنية، هذا الموقف تحول إلى كتابات وأدبيات، لكن ما كان يفكر في التقنية نفسها، كان يفكر في أثر التقنية على الإنسان، أثر التقنية على المجتمع، لهذا سميت تلك الفترة بفلسفة التقنية الإنسانية. أنا ممكن أورد بعض الأمثلة، مثل يعني فرضا كانوا بعض الفلاسفة ذوي نظرة عامة مثل هايدغر، وكانت لديهم خلفية في أحد المجالين، العلوم الإنسانية أو العلوم الاجتماعية مثل النقد الأدبي أو البحث الاجتماعي. جاك إيلول فرضا الأسماء الكبيرة في ذا المجال، وفي مجال القانون يعني ما له شغل في التقنية، أو العلوم السياسية مثل وينر، أو الدراسات الأدبية مثل ألبرت بورغمان. الخلاصة أن معظم اللي انتقدوا أن التقنية في ذاك الوقت ما كانوا يعرفوا أو ما كانوا ممارسين هندسيين للتقنية، بمعنى أنهم ما يعرفوا تفاصيل التقنية، فقط ينظروا إلى أثر هذه التقنية على المجتمع، ولهذا تعتبر هذه المرحلة يسموها المرحلة الإنسانية، لأنها فقط تنظر العلاقة بين المجتمع مع بعض مع التقنية مع بعض الموضوعات الإنسانية. حقيقة ممكن
أغلبهم كانوا يميلوا طبعا إلى الحكم السلبي على الطريقة التي أثرت بها التقنية على المجتمع البشري والثقافة، أو على الأقل ينتقدون الآثار السلبية التي تخلفها التقنية. بعد ذلك أتينا إلى مرحلة فلسفة التقنية التحليلية. لما نجي نتكلم عن الفلسفة التحليلية، الفلسفة التحليلية هي فلسفة مغايرة عن الفلسفة اللي ما يسمى بالفلسفة القارية أو الفلسفة المثالية. راسل يعتقد أن بعد جون لوك بدأت الفلسفة التحليلية تظهر، وهو حسب ما سماها الفلسفة البريطانية راسل، أوكي، وهي بالفعل كانت يعني مشمولة لفلاسفة بريطانيا مع أمريكا، بينما الفلسفة القارية نقصد بهم الفلسفة الأوروبية، قارة أوروبا اللي هي ألمانيا مع فرنسا، هم في الأساس دول الأساسيين. طبعا في موقف متبادل غريب بين الفلسفتين، الفلسفة يعني أهل الفلسفة التحليلية يعتقدوا أن الفلسفة القارية أو المثالية هي فلسفة غامضة، وبينما أهل الفلسفة القارية يعتقدوا أن أهل الفلسفة التحليلية فلسفة سطحية. تشومسكي هو واحد من المحللين أو من أهل الفلسفة، يعتقد يعني هو يعني يعبر أنه ما يعرف يقرأ، ما يفهم دريدة وفوكو، أوكي؟ يعني هذا تعبير ممكن يكون، ولكن تعبير هذا واضح أن بالفعل نصوص الفلسفة القارية هي نصوص صعبة، خاصة لما نجي نقرأ هايدغر، صعبة جدا، تفرق بينها وبين فلسفة راسل التحليلي، فلسفة بسيطة سهلة ممكن تقلب فيها الأوراق 3-4 أوراق في دقيقتين 3، بينما هايدغر ممكن تقعد صفحة كاملة تلف حول نفسك، ما انت فاهم هو ايش يقصد وايش يبغى وين راح وين يروح، هذا طبيعة يعني. وعلى فكرة يعني صعوبة هذول القارئين مو بس يعني مالك وغير العالم كلها قاعدين يعني يعانوا من صعوبة فلسفتهم. طيب الصعوبة تكمن في طبيعة اللغة المستخدمة في الفلسفة القارية. الفلسفة القارية تعمد إلى استخدام اللغة الشعرية، تحاول ترتفع من اللغة العادية البسيطة ترقى إلى اللغة الشعرية، وهذا طبيعي لأن انضاقة العبارة أو العبارة المشهورة هذه يعني إذا الأفكار اتسعت جدا عبارات تضيق، فإذا نتحول إلى المجال الشعري، هذا يعتبر عيب. لكن الفلسفة التحليلية لما اجي تتبعها تلاحظ هم بعد وقعت في نفس الإشكال، لأن في بعض القضايا التي يصعب على الفيلسوف التحليلي إيضاحها يضطر أنه يعبر عنها بما يسمى بالتوصيف المكثف، هم يسموه التوصيف المكثف، أنا شخصيا أشوفها أنها لغة مشابهة للغة الفلسفة القارية، لأنه يحاول يكثف المعنى ويحاول يصيغ عبارات ممكن تكون مغلقة نوعا ما. على العموم نرجع إلى فلسفة التقنية. فلسفة التقنية على العموم لما جت تقارب التقنية جت تقاربها من ناحية أن كون التقنية والعلم واحدة من تجليات الفاعلية الإنسانية أو الفاعلية والإبداع لدى الإنسان، فبالتالي يجب أن نحن يعني أن نقاربها فلسفيا، وهذه المقاربة تركزت حول مرحلة واحدة من مراحل تصنيع أو إنتاج التقنية وهي مرحلة التصميم. احنا نعرف أن أي تقنية أنا أحتاج أعمل لها تصميم، بعد التصميم أعمل لها تصنيع، بعد التصنيع أعمل لها إنتاج، بعد الإنتاج أعمل لها توزيع. الفلسفة التحليلية اهتمت أكثر ما اهتمت به هو مرحلة التصميم. لماذا؟ لأن مرحلة التصميم هي المرحلة التي يعتقد فيها الفلاسفة أنها مرحلة الاختيارات، والمرحلة التي قبل أن تنطلق بها التقنية وتؤثر على المجتمع. إذن في هذه المرحلة نقدر نحدد مسؤولية، المسؤولية نقدر نحدد
طبيعة التقنية نقدر نحدد آثارها، نقدر نحدد أبعادها، فبالتالي أكثر التفكر وأكثر التفلسف في هذه مرحلة التصميم. طبعا هم بالعادة لما يجوا يقاربوا التقنية يحاولوا يقاربوا بعض التقنيات وليس التقنية بشكل عام. يعني الموقف النقدي في الفلسفة الإنسانية تأخذ التقنية بشكل عام، بينما في فلسفة التقنية الخاصة بالتحليلية لا، يأخذوا أجزاء فقط، موضوعات معينة، ولا يطلقون ما يسمى بالموقف التقييمي، وهذا جدا مهم، لأن هم يعني من طبيعة فلسفتهم ما يقيموا، ما يعطوا موقف تقييمي من أي شيء يتناول الفلسفة التحليلية. طيب، من ضمن الموضوعات الحديثة حقيقة وتحصل يعني كثيرة الآن أوراق فلسفية حولها، هو موضوع الذكاء الاصطناعي. وموضوع الذكاء الاصطناعي أصبح مثل المغناطيس للأفكار التحليلية، وكل المشكلات اللي في التقنية، لما نتكلم عن المسؤولية، لما نتكلم عن الحياد الأخلاقي، لما نتكلم عن أي قضية معينة ممكن أنك تجمعها في الذكاء الاصطناعي. وجاي إن شاء الله في لما نتكلم عن هايدغر ممكن أو هابرماس. كم باقي عندي أستاذ؟ كم؟ أوكي طيب. في طبعا في موضوعات متعلقة بأخلاقيات التقنية، وأخلاقيات التقنية حقيقة يعتمد على تصورنا إلى التقنية نفسها. بمعنى، هل إحنا نتصور التقنية كظاهرة سياسية أم كظاهرة ثقافية أم لا، كنشاط اجتماعي أو مهني أو معرفي؟ هذا التصور هو اللي يعتمد، يعني موضوع الأخلاقيات بيعتمد عليه بالتأكيد. فرضا يعني ولو أن في نظرة إيجابية حول أن التقنية تزيد من إمكانيات الإنسان، ولكن موضوع تفصيل الأخلاق في التقنية يحتاج إلى أكثر من هذا الموقف البسيط. طبعا في توجهين بالنسبة إلى النظر إلى التقنية أخلاقيا. أول حاجة، الابتعاد عن الحتمية التقنية وافتراض أن التقنية هي ظاهرة قائمة بذاتها تطورت بشكل مستقل، والميل إلى التركيز على أن التطور التقني هو نتيجة الاختيارات. معنى هذا الكلام أن كان من الأول يعتقد أن التقنية هي حتمية، يعني وحتى آثارها حتمية، ولهذا نشوف التصورات البعيدة حول آثارها نشوف دائما تصورات كارثية. هذا النوع من التفكير طبيعي ذاك واسمه الآن مرفوض، والآن يعتبروه هذا نوع يعني قديم من التفكير. بالعكس، المفروض ناخذ كل ظاهرة تقنية أو كل ما يسمى بكل منتج تقني أو كل نظام تقني ونعرف ونقلب في آثار المستقبلية على المجتمع وعلى الثقافة. ممكن يكون هذا أكثر شيء مهم في الأخلاق. في عندنا مواضيع متكررة في أخلاقيات التقنية مثل الحياد. موضوع الحياد، هل التقنية محايدة أو غير محايدة؟ بمعنى إذا كانت هي أداة عند الإنسان والإنسان يستخدمها فقط للوصول لغاية معينة، إذا المفروض إحنا ما نحمل التقنية أي لوم أخلاقي. إذا التقنية محايدة أخلاقيا، ولكن البعض يرى لا، إن التقنية لا يمكن أنك أنت تحيدها أخلاقيا، ويعتقد أن التقنية بالعكس هي تفرض استلابها وتفرض خضوعها على الإنسان. هذه
فكرتين أساسيتين في الموضوع. المسؤولية يناقش دائما أن على فرض أنا عندي تقنية والتقنية بدل لا تؤدي المنفعة للإنسان الإنسان عموما أضرت به، من المسؤول؟ هل مسؤول المهندس؟ طبعا في الممارسات الهندسية وفي الأخلاقيات المهنة الهندسية ممكن يدور هذا الكلام، ولكن تظهر عندنا مشكلة يسموها مشكلة الأيدي المتعددة، بمعنى أن الآن التقنيات الحديثة لا يمكن أنك توجه اللوم على المهندسين، لأن ما عندك مهندس واحد فقط يشتغل على التقنية المحددة. عملت سيرتش على آيفون يحتاج كم مهندس علشان ينتج، طلع فقط الكاميرا، تقنيات الكاميرا تحتاج إلى 800 مهندس. فإذا في خلل في الكاميرا أو الكاميرا أضرت بالمستخدم، تقدر تعطي اللوم إلى من؟ إذن في الحالة ما لنا لنعطي اللوم إلى الجهة الاعتبارية اللي سمت بها هذه التقنية اللي هي آيفون. اتكلمنا عن التصميم. إذن أنا بنتقل مباشرة إلى إسهام هايدغر كفكرة وإسهام هابرماس. هايدغر وجودي، هابرماس يساري، موجود هو إلى الآن يعني، الله طول في عمره. هابرماس، هايدغر عنده فكرة عن التقنية وفكرة جدا لامعة كالعادة يعني، الرجل نبيه في إطار فلسفته القارية قدم شيء جدا جديد. هايدغر درس تقنية الكهرباء، وبالنظر إلى الكهرباء ومجموعة من التقنيات حدد ماهية التقنية. بكل بساطة قال إحنا بدل لا نفكر في التقنية كأدوات، لا، علينا أن نبتعد أكثر ونتعمق إلى ما يسمى جوهر التقنية. هذا ما يجب أن نفكر فيه، وهذا اشتغال هايدغر. هايدغر يرى، وأتصور أنه أكثر ما يرى يعني في هذا مثال كهربائي، إن التقنية ما هي إلا وسيلة لجمع الطاقة وإعادة توزيعها، لجمع الطاقة من الموارد. يعني على سبيل المثال، هي تجمع طاقة الرياح عن طريق الكهرباء، عن طريق المراوح، تخزنها ثم تعيد توزيعها. يعتقد أن هذا النموذج اللي هو موارد مخزون إلى الطاقة ثم إعادة توزيع، يعتقد أن هذه التقنية، هذا هو جوهر التقنية. لما نشوف الآن فرضنا الإنستغرام يجمع الموارد من الناس ويعيد توزيعها إلى الناس مرة ثانية بطريقته، لما نروح للفيسبوك، لما الآن نلاقي مجموعة من التقنيات كبيرة بنفس الطريقة. حقيقة هو وصل إلى جوهر صح، ممكن بعض الأمثلة تطلع عن حدوده، ولكن وصل إلى جوهر جدا جدا رائع. يعتقد هايدغر أن هذه التقنية لا تتعامل مع الطبيعة فقط كمورد، ولكن هم تتعامل أيضا مع الإنسان كمورد من مواردها. لهذا هايدغر يعتقد أن التقنية ليست محايدة، والتقنية مستلبة لإرادة الإنسان، وأيضا الإنسان خاضع له. هذا رأي هايدغر، يعتبر أن الإنسان أصبح الآن مورد من موارد التقنية. هذا بكل بساطة، وإلا اللي قاله يعني شيء يدعو حقيقة للمراجعة. هابرماس، وأختم باقي خمس فقط، إيه نعم، وأختم إن شاء الله. هابرماس فكرة ثانية، وإحنا نعرف أن هابرماس يعني مقاربة التقنية طبيعي جدا، يعني يناسب الفكر اللي ينتج دائما هابرماس، عنده مقاربة اجتماعية ثقافية للتقنية. يرى أن التقنية ما هي إلا أيديولوجيا، وبكل بساطة يقول
إن أي سلطة خاصة في المجتمعات الحديثة يتكلم، يقول أي سلطة وش تستهدف؟ تستهدف ثلاثة أشياء: النفع المادي والسيطرة والرقابة الاجتماعية وإرساء الهيمنة السياسية. الثلاثة أشياء هذه أي سلطة في الدنيا تحتاج إلى أيديولوجيا. هذه الأيديولوجيا هي ممكن تعبي، ممكن تحشد، ممكن تقنع الآخرين بها. يرى هابرماس أن فيما قبل الحداثة كانت الأسطورة والخرافة هي أيديولوجيا اللي تستخدمها السلطة، وفي المرحلة ما بعد الحداثة يرى أن الليبرالية هي أو الرأسمالية هي الأيديولوجيا اللي تحرك المجتمعات. يقول لكن في زمننا هذا الزمن لا، هي العلم والتقنية. العلم والتقنية هي التي تستخدمها السلطة لاستجلاب المنافع الثلاثة اللي قلنا عنهم، والتي من خلالها تتولد بعض الأنظمة الفرعية، وعادة ما تتسم حسب ما يقول هذه الأنظمة بالآلية. الآن تلاحظ أن كل شيء يجب أن يتحول إلى شيء آلي، يجب أن يفرغ من أسمة الإنسانية ويتحول إلى شيء آلي. والمجتمعات حسب رأي المجتمعات الحديثة قابلة بهذا الشيء. طبعا هو يعتبر هذا النوع من أو هذا النظام أو هذه الآلية هي خطأ طبعا، لأنها تفرغ على قولة السياسي من السياسة، وتفرغ الاجتماع من الاجتماع، وتفرغ الاقتصادي من الاقتصاد. فبالتالي نرجع إلى أن ممكن بهذه الآلية الإنسان يتشيئ، الإنسان يخضع، الإنسان تستلب إرادته أمام هذه الآلة الكبيرة والتي تقودها طبعا السلطة في المجتمعات الحديثة. وشكرا لكم إن شاء الله. أشكر الأستاذ مالك الفتيل على هذه المحاضرة القيمة. نبدأ الحين ناخذ الأسئلة من الجمهور. يلا الأستاذ اسم الكريم. يلا يا ريت. سؤالي طبعا بعد ما قتلت المفاهيم كلها هناك من قتل الفلسفة، فما تقول في ذلك؟ عبد الله الهميلي يعطيكم العافية. هي قد تكون تساؤلات وقد تكون مداخلات، المحاضرتين ترينتين وكل واحد يستحق الحقيقة ندوة بحد ذاته. يزيد بدر يزيد سنين ومالك آخرتي. بالنسبة للأستاذ يزيد، أنا في الحقيقة أعجبني تأسيس المنهجي للأطروحة اللي أراد أن يقدمها، وأتمنى من خلال المداخلة أن يسترسل فيما لم يسترسل فيه، يعني فيما طرحه، خصوصا فيما يتعلق كيف نؤسس الإبستيمولوجيا يعني للأخلاقيات ولفكرتين أساسية. الفكرتين هي تنازعت حولهما الفلسفة، يعني فكرة الخلاص من المعاناة وفكرة الموت. ولما لجأت إلى نموذج الفلسفة البوذية والفلسفات الشرقية، أنا في الحقيقة أنا أجدها هي فلسفات سلبية، بمعنى أنها لا تقدم مادة إبستيمولوجية أو فلسفة عملية كما أفاد منها مثلاً أفاد منها كانت وأفاد منها هيجل، لأنها دراسة يعني فلسفة الشرقية
وأيضا نيتشه لما أشار إلى نيرفانا في كتاباته. أنا أجد أن مفاعيل هذه الفلسفات الفلسفات السلبية التي ترفض قيم الحياة لم تعطى لها مفاعيل إلا بشكل معاصر يعني. وأنت لما وصلت إلى هذه الخلاصة اللي قلت أن بشكل درجماتي فكرة الخلاص من المعاناة، لا أدري لماذا أنا ربطت بين فكرة المعرفة والمصلحة عند هابرماس. يعني أن المصالح، أتمنى تعليقك يعني على المصالح الثلاثة، علمية وعملية وبعدين ثورية متجاوزة. وحتى أدخل على الأستاذ مالك في ورقته الجميلة والإشكالية، صراحة الإشكالية التقنية ليست وليدة القرن العشرين، وأنت أشرت إلى تاريخ التنبؤ التقنية، لكن الذين طرحوا هذه الإشكالية منذ اقتراب الإنسان مع هيجل هم ماركس وإنجلز، يعني خصوصا إنجلز في دياليكتيك الطبيعة، أشار إلى سلبية المانيفاكتورة وكيف أنها ستسلب الطبقة العاملة من حقوقها. وعلى فكرة أن فلسفة القانون، قانون العمل، انبثقت من هذا الإرهاصات. يعني هو ليس علم جديد، ليس علم قديم، إنما تولد مع منتصف ونهايات القرن العشرين، قانون العمل. يتعلق بحقوق هذه الطبقة العاملة، لكني يعني في فلسفة التقنية وفلسفة العلم ربما طرح هايدجر كان يميل إلى الأخلاقية أكثر. هابرماس من ناحية علاقة المصلحة مع التقنية ومقعم بالفكر اليساري الماركسي مع السوسيولوجيا وإلى آخره. لكني أقولها باختصار يعني استاذ عبد الله عشان الوقت، باختصار أن الإنسان بسبب ذكائه يعني يزيد تكلم عن أخلاقيات مباحث ذاتية، وأنت تحدثت عن الإنسان الفارق أنه هو التقني. الإنسان ذكاؤه سيؤدي إلى انقراض، لكن انقراضا سيجعله يسرب جيناته على شكل شرائح أيقونية إلى العوالم الأخرى. أريد هاشم أشكر المحاضرين على هذا الندوة. أنا عندي ممكن إعادة تبسيط للفكرة، إنه ما نواجهه في موضوع التقنية هي عبارة عن أول مرة في تاريخ البشر أن تكون القوة بيد المهندسين إلى عامة الناس دون وصاية، هي نزع الوصاية على المجتمع. في السابق كانت تحدث فترات يسمونها إعادة توزيع القوة، لكن الحين نحن نعيش حالة مستمرة بعدم احتكار القوة، بحيث أن عامة الناس وعامة المجتمعات لم تعد تحتاج لا وصاية الفلاسفة ولا وصاية السياسيين بنفس القدر اللي كانت تتعامل معه سابقا. التقنية طرحت هذا الموضوع بيد الناس، وبالتالي نحن نجد مثال بسيط كيف حقوق المرأة تصاعدت في 150 سنة تزامنا مع اختراعات معينة تقنية قد تكون بسيطة أبسط ما تصور. هذه التقنيات كلما وجدت حررت الوقت، وهذا نفس الذي قاد الموضوع اللي هو نشوء قوة الفلسفة اليونانية مع وجود الموال العبيد اللي موجودين في اليونان، بحيث أن يفرقون المجتمع للتداول الفلسفة وغيرها. فنفس الفكرة الحين أنا استشفها في موضوع دخول الآلة في حياة الناس، أنها حررتهم وأتاحت لهم فرصة المشاركة. ونفس المقولة قالها من اخترع السلاح النووي لأول مرة، يقول الآن تساوى الشجاع والجبان. نعم. وهذا التساوي لم يجعل فورا العالم أكثر أمنا، ولكن معلش استاذ باختصار ومع الوقت تحول العالم إلى الحالة التي نعيش، والتي تعتبر أكثر من فترات أمنا في التاريخ، رغم اللي احنا نشاهده من قلاقل ومشاكل، لكن في الحقيقة تعتبر أكثر. نفس الفكرة الحين تساوى العالم مع الجاهل عن طريق وسائل التواصل، وبالتالي نحن نعيش إرهاص آخر ويقودنا إلى مرحلة جديدة من الصراع. شكرا.
الحين ننتقل له سؤال الأستاذ أحمد المدلوح إلى يزيد. ماذا تقول في من قتل الفلسفة؟ قتل الفلسفة يعني أموت؟ أوكي. أول شيء أشكرك أحمد صح؟ أشكرك على المواساة. تبي تواسيني قتلتني يعني. وفعلا هذه مواساة حقيقية، إنه إجابة على سؤالك عندي إجابتين. الإجابة الأولى أن الموت هو بعث، فإذا قتلتمونا سنبعث زومبي anyway. الإجابة الثانية، دائما في خطابات موت الفلسفة، هو من أعلنها أصلا الوضعية المنطقية، خاصة كارناب، كان كارناب يسخر من هايدغر يعني سخرية مضحكة. لكن في شيء لم نمعن النظر فيه، أي فلسفة ماتت، صحيح أن هناك فلسفة ماتت، صحيح أن هناك فلسفة قتلت، لكن أي فلسفة؟ نتكلم عن الفلسفة اللي ماتت، هي الفلسفة اللي تؤمن بالعلم الكلي. لكن هناك فلسفات، لا يوجد فلسفة واحدة، ستموت، ما عندي مشكلة ندفنها أنا وياك، تموت الفلسفة اليونانية، تموت الأرسطية، تموت السكولائية، لكن ستبقى الوجودية، ستبقى ما بعد الحداثة، ستبقى، لأن هذه الفلسفات لا علاقة لها لا بالكليات ولا حتى بالمواضيع. صح أن تتعاطى مع المواضيع الميتافيزيقية الكبرى، لكن من طرق مختلفة. فهذه إجابة باختصار. السؤال الثاني، كيف يؤسس إبستيمولوجيا الأخلاقيات؟ فهمت السؤال صحيح ولا أنا هذا؟ حول فكرة الخلاص من المعاناة، وأن هذه الفلسفات سلبية. جميل. هو في بداية المحاضرة وضعت مسلمة، ولما أقول مسلمة أعني بالمعنى الرياضي الهندسي، بمعنى أنه المسلمة يستنبط منها جميع النتائج. فأنا قلت مسلمة ضرورية، أنه الفكرة أو معيار صحة الفكرة هو في تخليصها من معاناتي. جميل. سؤالك أو اعتراضك هو الإشكال اللي وقع فيه نيتشا، اللي ظن أنه تجاوز الميتافيزيقا لكن وقع فيها بهذا الطرح. لماذا؟ لأن هذا الطرح الذي يفترض أن العالم سلبي، أوكي، ليختار خيارا آخر اللي هو إرادة الحياة زي ما فعل نيتشا، هو يفترض ضمن أنه يعرف الحقيقة وأن هناك وجه مطلق للحقيقة. لكن بالنسبة لي لا، الفكرة صحتها في تخليصها من معاناتك. يعني أعطيك مثال، نيتشا وشوبنهاور كلاهم وصل نفس النتيجة، العالم معاناة، وأصل معاناته هو أنه يملك إرادة لا متناهية. أنا أريد أن أكل لا أشبع، أنا أريد أن أكون غني ثم أصير غني لا أشبع، ثم وتبتل هذه إرادة نافذة لا تنتهي، هذا هو أصل المعاناة. شوبنهاور قال عشان نتخلص من هذه الإرادة الكونية والكلية واللي تتحكم فينا جزئيا، نلجأ للفن والأخلاق والنيرفانا. هذا ما سماه نيتشا إدارة الظهر على الحياة أو رفض الحياة. نيتشا ببساطة قلب المعادلة وقال لا، خطأ عليك يا شوبنهاور. وكلاهم يقعون في معضلة الحقيقة الكلية المنفصلة عن الواقع. لذلك أنا قلت الحقيقة ليست منفصلة عن الواقع، ما لها أي علاقة. الحقيقة هي ما يريحك، ما يخلصك من المعاناة. لذا وجدت أنه شوي من البوذية وشوي من طبعا خلاصة ورقتي، وهو ما لم أصل إلى، أنه علينا الجمع ما بين الحجاج الأبيقوري هذا، واللي بدأ مع محاورة فيدون أفلاطون وانتهى مع ديلكتيك هيجل. طبعا ديلكتيك هيجل يعني إذا أردت أن أقولها بلغة لا أحبها. أوكي، وصلت الفكرة؟ إذا أحد قطعني أنسى أنا، معلش. فهذه هي يعني أنت سؤالك مبني على فرضية أن هناك حقيقة سامية. باختصار البوذية المعنى السلبي فيها هو أصلا هدف البوذية أن يكون هناك معنى سلبي عشان ما يكون في حكم على العالم، يصير في جج. معضلتنا مع العالم نعطي أحكام، لكن ماذا لو رأينا العالم كما لو نراه من شرفة؟ هذه البوذية. ناخذ بعد ثلاث أسئلة زيادة وثلاث نقلات. أستاذ كان موجه بالنسبة لأستاذ وليد، كانت مداخلة. ثلاث مداخلات ناخذ. اسمك كريم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. أنا والخباز. أنا والخباز. السؤال أستاذ مالك. خصوص التقنية وصفة التقنية. ألا ترى أن الآن أصبحت التقنية هي السلطة العليا الحاكمة للعالم؟ من قبل كان يقال على أن المال هو المتسلط الحاكم للعالم. أعتقد أن الآن أصبحت سلطة التقنية أقوى من سلطة المال وهي التي تدير المال. ما رأيك في ذلك؟ السلام عليكم. هذا يا شيخ ناصر. شكرا جزيلا للأستاذ يزيد والأستاذ مالك على الطاقة الطيبة. أستاذ يزيد، ربما طرحت بعض الأمور التي حركتني جانب الطبي بشكل جميل، الربط بين علم النفس والفلسفة، يعني أمر جميل أحب التعمق فيه أكثر. أنا طبيب أسرة، كطبيب أسرة أقرب جزء من تدريبي وجزء من ممارستي مقابلة بعض المرضى المحتاجين للرعاية النفسية والعلاج النفسي بالمقدار الذي أتمكن عليه حتى أحاول إلى المتخصصين في الطب النفسي أو الأخصائيين النفسيين. فبعض الأحيان يسألني البعض ماذا استفدت من هذا الاستقرار؟ أحد الأمور التي أتذكرها بعض الأحيان أن يعني ممارسة التفكير النقدي ومحاولة النظر للأمور من عدة جهات مختلفة تساعدني في بعض الأحيان لإرسال هذه الرسالة إلى بعض الأحيان البريد أن أنظر إلى الأمر بطريقة مختلفة غير اللي هو ربما يكون من أساسيات الـ CBT Cognitive Behavioral Therapy إذا كان العلاج العقلي السلوكي اللي تفرش هذا القريب. فأنا ربما تفاجأ لما ذكرت في البداية أن لا أجد قيمة لعلم النفس ممارسة الإخصائي النفسي، في حين أرى أن كثير من الأمثلة لبعض المراجعين وبعض المرضى المحتاجين ربما يحتاجوا أكثر للعلاج النفسي من الدواء. أجدهم سيستفيدوا كثيرا من اللقاء مع الأستاذ يزيد عشان يشرحلهم فلسفة الأبحاث وفلسفة بوذا في طريقة النظر بشكل مختلف ليصلوا في نهاية الساعة. ما رأيك؟ نادر الباهي. أقدر أقول إن أنا كونفيوز، أنتم ما شاء الله عليكم، وكلام كثير، أنا غير متبحر في الفلسفة وغير طالب، اليوم يعني شيء بسيط، ولكن سمعت إلى كلامكم وأخذت فكرة الرسخ الماضي، أنكم كنتم ضد العلوم، ضد التصنيع، ضد الفردانية مثلا، لتقتل الفردانية. أتذكر أن عمري 16 سنة وعلى هذه الكتاب يبغى يقول لي أن المجتمع هو الأول المفرد، وأعطاني هذا الكتاب عشان أقراني أقول معاه. بعد ما قرأت الكتاب رجعت وقلت له أنا مع الفردانية ضد وإن المجتمع يجب أن يعمل الفردانية عشان يوجد فرد طبيب أو مهندس أو عالم عشان يستطيع يفيد. إذا كان كل الفردانية كل الأفراد هو في المجتمع وهذا المجتمع جاهل متخلف فإذا هم يبقوا متخلفين على طول الدهر واحد، وبالتالي فكرة الفردانية التي انطرح بهذا المعنى تأتي مثل هذا. فكرة كلامك على قتل الفلسفة، هذا الفلسفة جاءت في البداية على أساس العلوم، على أساس أنها تكتشف علوم تفيد في تفيد الإنسان، مثل صاحبنا النبيذ وتكلم على المسألة عشان يبيع أكثر. فهنا كانت الفلسفة كيف نبيع أكثر بتقنية أفضل. فإذا الفلسفة لها علاقة بالعلاقات، علاقات الإنسان مع الطبيعة وعلاقات الإنسان مع مخلوقه الباقي. أنا أعتقد إن غياب التاريخية، غياب التاريخية في النظرة إلى حركة الإنسان من خلال التاريخ، من خلال تطوره من بداية وجوده وصراعاته اللي صارت صراعات الطبقية وغيرها، واللي أدت في الأخير لوجودنا إلى الآن واللي لها علاقة باحتياجات. يعني أنا عالمة اللي اكتشفت الدواء للكورونا التركية مع زوجها، إيش دخلها الفلسفة؟ طيب المجتمع إيش العلاقة بالفلسفة مقارنة بالعالمة دي؟ أنا بالنسبة لي العالمة هذه تعتبر من
الأشياء المهمة جدا في حياة البشر. أما هجر اللي جاي يتكلم فيه على فحوى تقنية ككهرباء وعلاقتها انك تجمع الامور عشان تطلع، هذا ايش دخلها هو في الفولتج والكارنت والريزستنس اللي اخترعوه علماء في الثلاثينات عشان تجري لنا كهرباء اليوم باختصار استاذ طريق الهواء ولا غيره؟ فانا اقول فعل الفلسفه جماعه قاعدين ينتهوا وليس لهم يعني دخل. وبالنسبه الى هذا مال فرانكفورت، مدرسه فرانكفورت، وانا استمتعت بكلام حبيبنا على مدرسه فرانكفورت الفيلسوف الماركسي اللي يقول عن نفسه ماركسي وهو غير ماركسي، لأنه هو كل ما هناك أنه خايف أن علاقات الإنتاج صارها نوع من الهزات، لأن الروبات اللي في المصانع حلت محل العمال، هو خايف إذا ما في عمال إذا ما في مظاهرات ما في صلاح طبقي. وهذا ما له علاقة بالتطور والتغير اللي قاعد يحدث إلى الناس. لهذا أنا أقول فعلا اللي قال الدكتور توفيق السيد أن المخيل او ان الفيرتشوال ثينكينج قاعد يصير الان تقنيه ويحاول يتحول للواقع، الواقع حيتغير على ذات الاساس هو مثل المفروض قاعد يصير. وبالتالي انا لا انظر الى هذا الكونفيوجن وان السلبيات هذه وان هي راح تنتهي. شكرا جزيلا. شكرا. بالنسبه للاستاذ علي والخباز كان سؤاله الاستاذ مالك يقول ألا ترى أن التقنية أصبحت هي السلطة العليا؟ ممكن النظر لها من هذه الجهة سيدنا، بالفعل أنها أصبحت ذات سلطة وذات سطوة وذات قوة، قوة اقتصادية وقوة ثقافية وقوة اجتماعية. ممكن النظر لها بهذا الشيء والواقع يبرر كلامك، لكن إذا ننظر إليها من جهة أخرى أن التقنية سمة من سمات الإنسان، إذا لازم نراجع تاريخ الإنسان بالكامل وننظر الطفرات التقنية اللي مر بها الإنسان. فبالتالي الإنسان في كل مرحلة من مراحل حياته في الأخير يعيد قيادة التقنية اللي قدمها في عصر ما إلى منفعته الخاصة. هذه وجهة نظر متفائلة للمستقبل، ويبدو الإنسان سيبتكر، يعني أنا تسألني رأيي، لا سيبتكر الإنسان وسائل السيطرة على التقنية. نعم نعم، أنا أتصور أن الإنسان في المستقبل سيبتكر ما يعيد سيطرته على التقنية، هذا تصوري. شكرا. الأستاذ وليد قدم نظرة جدا إيجابية على التقنية. طبعا الفلسفة التحليلية وحتى الفلسفة الاجتماعية لا تنكر بل تضمر داخلها قناعتها بأهمية وفائدة التقنية. احنا يمكن عندنا وجهة نظر عن العلم، وجهة نظر عن العلم، والغريب ان العلم خصوصا العلم لما نتكلم عن العلم الحديث يعني اللي هو العلم التجريبي والعلم المؤسس على الرياضيات أصبح له قداسة بأن لا ينتقد، ولكن تنتقد النظر التي يقدمها العلم أو التصور الذي يقدمه العلم عن الطبيعة وعن خالقها. هذه الأمور تنتقد، وكذلك التقنية. كلنا نسلم بأهمية التقنية، وأنا أصور أغلب الفلاسفة أو أكثر اللي أنا قريت لهم يؤمنوا بأهمية التقنية وبأهمية وجودها وبأنها بالفعل تضاعف قدرة الإنسان وإمكانياته وتحاول تخلي يعني في مواجهة الطبيعة قادر على إخضاع الطبيعة لصالحه. ولكن بعد هذا الكلام، ولكن في انتقادات تحت هذا العنوان العريض. شكرا أستاذ وليد. ننتقل إلى مداخلة الأستاذ هادي، كانت بخصوص علم النفس وعلاقته مع الطب، ومع الأستاذ يزيد بخصوص أنه هو يعتبر أن تخصصه ما يقدم شيء. صحيح، هو فرويد، يونغ، فرانكل، أدلر، كل ألبرت أليس، كل الجماعة هم حقين كلام، يعني ما هو حقين أدوية.
مشكلة علم النفس عدة مشاكل. أول شيء لا يوجد له منهج تحقق واضح. يعني أنا لما أبغى أريد معيار يفصل ما بين الفرويدية وعلم النفس أو المدرسة السلوكية وهي غير المدرسة المعرفية السلوكية، لن أجد في شيء صوت، لن أجد معيار يفصل ما بين هذه المدارس. أنا أفهم البوينت، أظن لا أريد أن أتعدى على كينونتك، يعني أظن أنني في ملاحظة لفرويد أظن تجيب على ما طرحته. فرويد يقول لما خلص كذا وضع مناهج ووضع كل المؤلفات وإلى آخره، قال مع ذلك لا يعني أنك إذا قريت هذا كله راح تكون يعني أخصائي جيد ما لم تكن لك فطنة وثقافة جيد. فأنا لن أراهن في علم النفس على أخصائي يتلاعب بالناس، مرة يعني يستخدم معهم العلاج المعرفي السلوكي، مرة يستخدم معهم العلاج بالمعنى لفرانكل. صعب الأمور، ما هي يعني قد يأتيك مريض وهو على حافة الخطر، هنا أنا إيش أسوي؟ أعطيه فرويد أقول يلا خلنا نراجع اللاوعي وخبرات الطفولة الأولى، وبيقول لي يا أخي أخر فضيلك أنا. ف ما يعني في جانب آخر في علم النفس معضلة، اللي هو الجانب السلطة. يعني العلم النفسي يوصم الناس بأنه هذا مجنون، هذا في فصام، هذا في كذا، وهذا اللي فوكو كان أشتغل عليه بشكل كبير مرة، أنه علاقة علم النفس والعلوم الإنسانية بإقصاء الآخرين. يعني تجد مفكرين كثير عبر التاريخ، خوفتني كثير عبر التاريخ أقصوا ووضعوا في مصحات نفسية فقط لأنه قالوا عنهم مجانين، مع أنه لا يوجد في دليل أي طبي شيء اسمه مجنون، لا يعني ما في. فهذه بشكل مختصر. في مداخلة الأستاذ نادر، بس بالنسبة له كان خلاص يعني هو يعني كان باختصار كان يقول يعني كلامكم ما منكم فايدة، ما منه فايدة. طبعا راح أبدأ من الجزء الفلسفة ماتت والعلم إلى آخره. في عدة، لو بقد أتكلم عن هذا الموضوع بس خليني أختصر. أول شيء لا أعرف عالم من كبار علماء الفيزياء لا علاقة له بالفلسفة، لا أعرف. نيلز بور، إينشتاين، خذ وخل. إينشتاين أصلا بعد ما فرغنا من بعد وفاته اكتشفنا أنه كان مدمن على قراءة سبينوزا مثلا. هذا نقطة. اثنين، لما نجي إلى نظريات في الفيزياء مثلا كوانتم فيزيكس، كيف تقدر تفسر لي مبدأ اللايقيل هايزنبرغ، وجود جسمين في نفس الوقت في نفس المكان؟ كيف تقدر تفسر لي مبدأ أو قطة شرودينجر ما لم تكن هناك فلسفة؟ هذا نظرية الأوتار أيضا. في حاجة ثالثة أيضا، هناك علاقة ما بين الفلسفة والأخلاق والعلم. لا، عادة هايدغر له مقولة العلم لا يفكر، الفلاسفة هم من يفكرون، لذلك العلم يمشي إلى جانب الفلسفة التي تفكر بديلا عنه. هذا جانب. في جانب رابع أيضا، في تعريف بسيط جدا لميشيل فوكو عن ماهية الفيلسوف والفلسفة، وأنا أحب هذا التعريف جدا. الفيلسوف هو من يكشف آليات السلطة الخفية. لو تركنا العلم يعني بدون ما تدخل لا تسلط علينا زي ما تسلط في أكبر حربين في تاريخ البشرية اللي كانت نتاج العلم. وأنا شخصيا يعني أدعوك أستاذ نادر إلى قراءة الفلسفة حقيقة. أنا متأكد أنك قرأت، ولكن أنا أتصور قراءة الفلسفة، نعم يبغى لي مناصحة. لا أنا متأكد أنك قرأ، ولكن أنا أتصور أن إعادة النظر عادة أوكي، ومقاربتها مع ما يحصل الآن فرضنا، لأن التقنية تمشي، العلم يمشي، الاقتصاد هم كمان يتطور ويتنوع، ولكن من بين هذول المجال اللي يراقب حاجة الإنسان؟ يعني نعم ولا
شيء فيما يحدث في العالم الآن. إحنا نعاني من حقيقة الحق في المنطقة الآن لا علاقة بهذا الموضوع. بس توصول العالم للمعاناة عن تفسير فلسفة هو كان يعني في بعض الكلام اللي قاله الأستاذ بس أنا أتفق معاه لما قال كل الفلسفات اللي انتهى ماتت والآن إحنا نفسر ما بعد الحلافة يسمى بعض الفلسفات وهذا الموضوع. وأنا أتفق على أن المعرفة مسألة متجددة متغيرة وهي تطرح حالها. أستاذ نادر بس عشان الوقت يعني أنا أقول احتياجات الإنسان فقط هي اللي تحدد الإنسان يحتاج فلسفة. مو ناس جالسين يعني يدخلوا بالعمق في علم الكلام الفلسفي ويعتقدوا حالهم انهم لهم علاقه باحتياجات الانسان وبحاجاته وبمشاكله وهم ما لهم اي علاقه بهالمسألة. شكرا شكرا لك. تفضل استاذ. كلمه دقيقه واحده اوكي كلمه ختاميه يعني كلمة. بس بالمناسبة بداية كورونا صار في جدل يعني هل يتم علاج الكبار في السن أو لا في إيطاليا، فكان الإجابة على هذا السؤال أخلاقية من مدرستين فلسفيتين النفعية الفلسفية ومذهب الواجب الكانتي، فهنا الفلاسفة يتدخلون في حل هذه المعضلات. على كل في ختام هذه الليلة أنا أعتذر جدا أني ما قدمت مادة تليق بهذا الحضور وتليق بهذه الدعوة اللي جابتني من الرياض محفول مكفول ومرتاح، آسف جدا. أشكركم على هذا الحضور، أتمنى أن ألقاكم مرة أخرى. شكرا. وبدوري أشكر الحضور الكريم وأشكر الأستاذ يزيد على تجشم المسافة البعيدة من الرياض إلى هنا، معناها قريبة إن شاء الله، وأشكر المداخلات الثرية سواء كانت المعارضة أو شكرا لكم. في الختام أحب أنوه بكتاب مقهى سقراط بترجمة الأستاذ هادي الناصر، وأحب أضيف أنا من عندي إضافة بالنسبة للموضوع. أنا أحب أرشح كتابين، أول كتاب هو قصة الفلسفة لويل ديورنت، يشرح الفلسفة باختصار اللي أحب يتعرف عليها، وكتاب ثاني بالنسبة لي هو رواية حقيقة، رواية الساعة 25، وهي رواية لامس جدا الموضوع اللي تكلم عنه الأستاذ مالك بخصوص تشييء الإنسان وتحوله إلى ماكينة، باعتبار أن الرواية تتكلم عن ما حدث في الحرب العالمية الثانية لأحد الأشخاص القرويين البسيطين دخل في معسكرات الاعتقال بوشاية وشاف كيف أن الإنسان صار ما إلى قيمة وصار كأنه زي الماكينة وما يحس، في سبيل العلم وفي سبيل التطور. شكرا لكم.